والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب خير جميعا. حلقة اليوم يعني جميلة شوية، بتفكرنا كده بشوية حاجات جميلة. طيب سبق وإن احنا اتكلمنا في الكونديشنينج يا جماعة عن جملة إف، حلو جميل، وقلنا ان انا عندي شق موجب وشق سالب. المره دي هنحاول نجيب او نضيف الالس اف في حاله وجود اكتر من كونديشن، يعني اكتر من شرط او اكتر من احتمال ثاني يا جماعه. حلو بسيط، انا عندي فاريبل سميته ايه وقلت والله انا حطيت فيه قيمه افتراضا كده، بقول له ان ايه بتساوي صفر. حلو ممتاز، خلونا نبني بقى جمله اف. هنقول مثلا اف ايه لما يكون ايه، خلينا نفتح البريسز البرينثيسز وبرضو الكيرلي بريسز، تمام كده. اف ايه نقول مثلا اكبر من صفر لما يكون القيمه بتاع المتغير الفاريبل ايه اكبر من الصفر. خليني اقول انا هستخدم دوكيومنت، امر دوكيومنت دوت رايت، وهقول له والله ده القصة ان A is greater او على كده عادي مش مشكلة، A اكبر من صفر. تمام، لما يكون قيمة ال A اكبر من الصفر اكتب A اكبر من صفر. حلو، طبعا ما في حاجة مكتوبة لان A بتساوي صفر، فذات مش بتحقق الشرط. يعني لو كانت ال A بواحد عملت سيف هيقول لي A اكبر من صفر. حلو، الحالة الثانية بقى لو أنا ممكن أفنش الأمر وأقول له والله إلس، يعني في أي حالة ثانية أقول له والله اكتب إني أبي كنترول سي كنترول في، ده في الحالات الباقية إيه أقل من صفر لو أنا عملت كنترول إس. يبقى إيه؟ يبقى في حالة إني مثلا تكون أي حالة ثانية غير إن إيه تكون أكبر من صفر، يعني مثلا لو الإيه دي بسالب واحد وعملت سيف هيقول لي لا ده ايه اقل من صفر، ان سالب واحد منطقي في الجافا سكريبت بتقارن بتلاقي ان سالب واحد اقل من صفر، فبتقول لك لا ده مش نص الشرط ده. حلو، عندي احتمال ثالث بقى ان الايه دي تبقى بتساوي قيمه الصفر، وده ما انا ما كنتش عامل حسابه في القصص دي، علشان كده هنستخدم يا جماعه جمله اسمها السيف. حلو جميل، فنطلع فوق كده ونقول والله الس احنا يعني ايه. طيب خلينا نقول في حاله من ضمن الحالات احنا بنقول ادي الس في العادي ايه اقل من صفر. حلو جميل، احنا بقى هنقول لا احنا هنقول والله الس اف وهنحط شرط. الشرط بيقول احنا قلنا فوق يا جماعه لما تكون ايه اكبر من صفر اكتب ايه اكبر من صفر. حلو جميل، هنا هنقول الس اف لما تكون ايه اقل من صفر اكتب ايه اقل من صفر. حلو كده جميل، في الحالة التالتة بقى إلس اللي هي فيما عدا ذلك أنت ممكن تكتب اللي أنت عايزه، وما في أي حالة تالتة غير إن إيه بتساوي الصفر. ما يعني هنخترع ما يا إما إيه أكبر يا إما إيه أصغر يا إما إيه بتساوي، علشان كده بتقول له بص الشرط ماشي إزاي، لما تكون قيمة الإيه أكبر من صفر اكتب إيه أكبر من صفر، طب يا عم الإيه أصغر من صفر اكتب إيه أصغر من صفر. في حالة تانية والله في الحالة التانية مفيش غير إن إيه بتساوي قيمة الصفر، يبقى في الحالة دي اكتب أنت إن قيمة الإيه بتساوي صفر. يا رب يكون المثال ده وضح شوية القصة دي، وهندخل على المثال المعهود. الله يمسيكي بالخير يا دكتور، على برنامج حساب التقديرات. طيب برنامج حساب التقديرات هنحاول ننفذه مع بعض باستخدام جملة إلس إف. انا عندي التقدير يا جماعه بيتحسب، يعني البروفه بتاعتنا بتقول بص يا سيدي تقدير ممتاز ده من 85% فما فوق، احنا مش هنحسبها في المية احنا هنحسبها بالارقام، ها يعني احنا هنحسبها من 85 فما فوق يبقى ممتاز. طب من 85 لغايه 75 يعني ايه؟ يعني كتاتي، يعني لما يكون حاضر لما يكون قيمه الايه اقل من 85 لكن أكبر من 75، يعني في الرينج ده حط لي التقدير جيد جدا. طيب من 75 ل 65 جيد، طب من 65 ل 60 مقبول، طب من 60 ل 30 ضعيف، طب وضعيف جدا، الباقي بقى احنا هنقطع بعض، يعني هنقطع نفسنا، حاجات زي كده يعني. حلو؟ يعني ده ممكن تبتدي من فوق لتحت أو تبتدي من تحت لفوق، ربنا كده يجعلنا من أهل الامتياز دايما وهنبتدي من فوق. تمام يا جماعة؟ هنقول له أول شرط بقى، إف إيه لما يكون قيمة الإيه أكبر من 85
انت حط لي ممتاز. حلو كده جميل. يعني ما يكون مثلا اللي هي قيمتها 86 اسف 86 ونعمل سيف يروح ما يكتبش شيء ايه اكبر من 85. طب ماشي انا ممكن تبقى يعني هتشتغل بس لما نكمل بقيه الكونديشن كله يعني عشان هو بيقول لي ان في مشكله انا يعني في 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 ان في خانات فاضيه او في في فراغ في الخانات فده مش مخليه يجراها بشكل سليم. حاضر ماشي مش مشكله. خلينا نقول لما تكون قيمه الايه اكبر ايه كانت هتجري بس انا لو فضيت القيم الباقيه ديت كلها يعني بس انا عايزها موجوده معايا علشان ايه ما اضيعش في الوقت. لما يكون قيمه الايه اكبر من 85 يبقى ممتاز. حلو الجيد جدا بقى ها حد يملين ها ايه هي مش اكبر من 85 هي هتكون اقل اكيد من 85. حلو كده جميل. نفتكر بقى معامل الربط المنطقي مين اند بدبل اند في نفس اللحظه قيمه الاي بقى هتكون اكبر من مين اكبر من الحد الادنى للتقدير اللي الحد الاعلى للتقدير اللي جاي اللي هو ايه اللي هو جيد جدا واخره بيكون 75. يعني هي ما توصلش لل 85 ها هي اقل من 85 لان 85 دي طبعا ممتاز لكنها اكبر من 75 يبقى في الرينج من 75 ل 85 انت جيد جدا ممتاز. ها نيجي بقى ايه هي بقى هتكون ايه اقل من 75 والاوبريتور اند هيخليها ايه اكبر من كام يا جماعه اكبر من 65 يبقى من 65 ل 75 اكتب لي جيد. عند المقبول تبقى ايه المفروض انها تكون اقل من 65 ما توصلش فوق يعني والمعامل الارتباط المنطقي هيخليها كمان اكبر من كام اكبر من 60 ساعتها يبقى مقبول ممتاز. بعدين من 60 ل 30 يعني لما تكون قيمه الايه اقل من 60 وفي نفس اللحظه اكبر من 30 يعني من 30 ل 60 ها يبقى ده يتحسب على انه عباره عن ايه؟ ده يتحسب على انه ضعيف. في الحالات الباقيه انت احسبه على ان هو ضغط جيم او ضعيف جدا. حلو الكلام منطقي هو من لما جينا نمثل ب 6 البرنامج اشتغل لاني طبعا كان في ايه؟ كان في غلطات ان اكسبكتد في الـ في الـ في 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 الكود يعني تمام؟ جيد اوكي كده احنا تست على 86 فمديني ممتاز. لو انا مثلا خليتها 76 يعني 76 وعملت سيف اوتو سيف هيمديني برضو لسه مديني ممتاز. يبقى من الواضح ان انا عندي مشكله. لو احنا حبينا نشوف بيقول لي في قيمه مش متظبطه هنا اف اند انا نسيت مكتب ايه انا اسف اف ايه تمام كده طبعا انت عارف ان اي مشكله في الكود بيوقف عمل السكريبت كله ماشي. انا لما جينا كتبنا 76 قال لي جيد جدا. طب نجرب جيد من 75 ل 65 يعني مثلا نخليها 66 المفروض تطلع ايه؟ المفروض تطلع جيد. طيب نجرب مثلا مقبول اللي هي من 60 ل 65 يعني مثلا نخليها 61 ماشي 64 مثلا مقبول. طيب من 30 ل 60 يعني ماشي نخليها مثلا 33 المفروض تديني ايه؟ ضغط ضعيف واي حاجه طبعا هتكون تحت ال 30 زي مثلا 20 هتكون عباره عن ضغط جيم. ده مجرد مثال اي نعم هو احنا ممكن نخليه مور كومبليكيتد اكثر تعقيدا من كده بس ده عباره عن بروت. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.